ممنوع فيديو او لايف يا جماعه نهائي ممنوع، لكن فوتو صوره او تصوير صوت صوت بس مسكر صوت بس محدش يقدر صوره بس. هناخد الحاجات النهارده الفيديو يا جماعه ولا لايف؟ لو حد عايز يسجل كاسيت اوكي تفضلوا. صباح الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم في زياره النقابه الفرعيه للمرشدين السياحيين بالجيزه، بيتنا العظيم اللي بنفخر بانتمائنا ليه. ان شاء الله هنبدا النهارده ببعض القطع، هي مش نادره قوي وانما بعض القطع حتى اللي هي موجوده في مسار الزياره، عشان ما حدش يقول ان انا مش جايه القطع دي ما بتتشرحش للجست. لا، هنتكلم على قطع بتتقال بس هنقول الجديد فيها، حاجة كلنا بنغفلها رغم ان هي مهمة بالنسبة لنا في شرح القطعة. كل الحاجات دي ان شاء الله هناخدها النهاردة. في المحاضرة اللي عملناها لايف من نقابة الجيزة قلنا التاريخ المصري فيه كام أسرة؟ على قديمه كنا بنقول 30 أسرة، الجديد النهاردة هنعرف ان هم 31 أسرة، وهنعرف ان في أسرة اسمها الأسرة 31، ودي الدكتور خالد هو اللي هيكلم عليها في المجموعة اللي هتروح مع دكتور خالد، عشان هيقول الأسرة دي فيها ملك واحد اسمه خباش أو خبباش، رغم ان هو ملك واحد لكن ناس قالت ان هي الأسرة، عشان لما حد يقولك 31 وخباش وخبباش ما تظهرش عدم معرفته. أسرة واحدة، الأسرة 31 فيها ملك واحد. اللي يهمنا بقى شغلنا هنا في الحتة دي ان في أسرة اسمها الأسرة صفر، والجديد ان انا عندي اسرة اسمها الاسرة ايه؟ صفرين. واتكلمت عليها في المحاضرة لايف وقلنا لما اجي ادعي هذا الادعاء وتيجي ما اعرفش اقول اسماء ملوك ولا ليهم اثار يبقى الراجل ده بيهزر. لكن لما اقول شوية اسماء زي الملك الاسد والملك الفيل واجيب له اثار وصليات موجودة في مصر وموجودة بره مصر، يبقى بالفعل كان في اسرة اسمها الاسرة ايه؟ صفرين. اللي يهمني هنا يا استاذ شريف في الاسرة صفرين اسم ملك مهم قوي لينا، اسمه الملك العقرب الثاني. ده غير العقرب اللي احنا عارفينه، عشان اللي احنا عارفينه اللي حب يعمل توحيد لكنه فشل، ده اسمه العقرب الاول وفي الاسره صفر. وبالمناسبه في اللغه العربيه، معلش الكلمه دي انا عارف ان حضراتكم عارفينها، بس اقول في فرق بين عصر ما قبل الاسرات، ما قبل الاسرات ده العصور السحيقه، عصر حاجه قديم ووصيف وحديث والكلام العبيط ده، وعصر ما قبيل الاسرات. ما قبيل الاسرات دول ال 30 سنه قبل ايه؟ قبل الوقت. كلمه قبيل غير قبل، قبل دي بعيده. فتره ما قبيل الاسرات هتكلم على ال 30 سنه اللي كان فيها محاولات الايه؟ التوحيد. سواء المحاوله الفاشله او المحاوله الناجحه. يبقى الملك العقرب الثاني احد ملوك الاسره ايه؟ صفرين، ومالناش دعوه بيه، انا ما اعرفش عنه حاجه. انا يهمني في الاسره صفر، داخلين على التوحيد، يهمني كان في ملك اسمه العقرب الاول طلع من الجنوب وليه اثر مهم قوي مش هنشوفه مش موجود، بس لازم نعرف اللي عليه ايه. الملك العقرب الاول طالع من الجنوب بيضرب اهل ايه؟ الشمال، وهو طالع لقينا دبوس القتال بتاعه وعليه منظر معين، وهو طالع لابس تاج الجنوب، لان كل الموحدين من فين؟ من الجنوب. على الوجه الاول في دبوس القتال او المقبعه بتاعته او راس المقبعه بتاعته، الوجه الاول عليه الملك طالع لابس وجه الابلي، تاج الوجه الابلي الابيض، وراح كده بيعمل حاجه هناك وبيضرب بالفاس، فعرفنا ان ده رمز اللي بيضرب اهل الشمال. على الوجه الثاني لقيناه رجع ولابس تاج ايه؟ الشمال؟ لا، كنا نقول له متشكرين مبروك، لا راجع ولابس تاج الجنوب. يعني انهزم المحاولة، عشان كده ما قدرش يفتح الشمال ولا يوحد القطرين. المحاولة الناجحة على يد نعرمر، عشان كده الصلاية بتاعت الملك نعرمر الوجه الاول زي ما حضراتكم شايفين لابس تاج الايه؟ الجنوب الابيض. الوجه الثاني لابس تاج الشمال الاحمر، بعد ما انتصر على اهل الشمال لابس تاجهم عشان يعرفهم ان هو ايه؟ انتصر عليهم. وبعد كده يشيل الاحمر ويلبس التاج المزدوج، وخصوصا بعد ما يبني منف العاصمه الجديده اللي تتوسط الشمال وايه؟ يبقى الفرق بين العقرب الثاني ان الراجل ده طلع من الجنوب لابس تاج الجنوب بعد ما ضرب اهل الشمال، الوجه الثاني من دبوس قتاله راجع لابس تاج الايه؟ الجنوب برضه. عرفنا ان دي محاوله؟ اما المحاوله الناجحه جت بعديها بفتره بسيطه اللي هو الملك نعرمر اخر ملوك الاسره صفر. ننسى بقى الاسره الاولى، عشان لو حضرتك قلت الاسره الاولى
ده كلام حلو وانا بقوله يعني بعد ما اخلص هقول على فكره الناس بتعتبره كده ماشيه ان هو مؤسس الاسره الاولى. لو قلنا ان نعرب من الاسره الاولى هنيجي نبص على الليبل بتاع المتحف مكتوب ايه؟ الملك نعرمر موحد القطرين الاسره الصفريه. ما نجيش نقول الاسره الصفريه دي وما سمعناش عنها. تمام؟ يعني دلوقتي نعرمر ينتمي للاسره صفر مش حضرتك واحد. روحي بص للليبل بتاع المتحف. انا عملت جنايه قبل كده مع المتحف. بس دي جديده يا دكتور؟ لا 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 دي داخله في سنتين ولو سنه بس الناس واخده على قديمه. صح كنا بنقول يا جماعه الجديد هنا الصلايه. كنت بقول حاجتين وكانت بتعمل لي مشكله. الصلايه من عصر الاسره الاولى ونعرمر هو مؤسس الاسره الاولى ومؤسس العصر العتيق. طلع من الجنوب ضرب اهل الشمال بعد المحاوله الفاشله بتاعت مين؟ العقرب الثاني. قعدنا نقول الاولى 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 غيرنا الكلام لما عرفنا بقى الكلام الجديد والاسره صفر والاسره صفرين. قعدنا نقول ان الملك نعرمر اخر ملوك الاسره الصفريه وان الاسره الاولى تبدا بالملك حورعحا. لما كان الطلبه بيسمعوا الكلام ده يلفوا كده من حواليا يقروا كده على الليبل الصلايه من عصر الملك نعرمر الاسره ايه؟ الراجل ده ما بيفهمش. نيجي نقول حاجه تاني. الملك هنا اسمه سمكه وازميل نعرمر جوه السرخ. تعالوا نقرب. اسم الملك جوه السرخ نعرمر سمكه وازميل. على يمينه وشماله ده قديمه الإله حتحور ونكلم ساعة على حتحور وحتحر وحتحور والكلام ده. لما عرفنا إن دي مش حتحور وإن دي الإلهة باط الإلهة المعبودة باط وقلنا إن عندنا واحد طالب ماجستير عامل ماجستير في آثار القاهرة اسم الرسالة المعبودة باط ودورها في الحضارة المصرية وعامل الخلاف ما بين حتحور اللي هي القرنين بتوعها طوال وبينهم قرص البقرة قرص الشمس قرني البقر الطوال والنباط القرنين بتوعها عاملين كده. عايز اعرف عن باط زياده جايب لك 50 صلايه الباط وجايب لك النباط دي معبوده شبه حتحور او صوره من صور حتحور ظهرت فين؟ ما قبال الاسرات والاولى والثانيه والثالثه والرابعه. طب هي دي مش من العصر ده؟ يبقى يؤكد ان دي معبوده باط. لما كنا بنيجي نقول باط ولسه على الليبل بتاع المتحف مكتوب المعبوده حتحور برضه يجي الطالب او الجست بقى يقرا المكتوب يلاقي حتحور يقول لك الراجل ده ما بيفهمش بيقول لنا باط. وفي احد المؤتمرات اشتكينا ان اداره المتحف ما بتواكبش الجديد وبالتالي عايزين نضيف كل كلمه جديده يبقى ده من الاسره ايه؟ في الصفر اخر ملك في الاسره الصفر وان حور عحا اول ملك في الايه؟ في الاسره الاولى واللي هيجي يقول لك ترجع ومكتوبه برضه في الكتب بعد ما نشرح الكلام ده في نهايه الاسره يعني كتاب دكتور عبد الحليم بعد ما يقول ان الملك نعرمر اخر ملوك الاسره صفر يجي في شرح الاسره الاولى يقول لك ايه؟ تبدا بالملك نعرمر زي ما قالوا قديما وراها حور عحا او لو هنعتبره نهايه الاسره صفر يبقى حور عحا مؤسس الاسره الايه؟ الاولى. دي المعبوده مين؟ المعبوده باط ودي معبوده صوره من صور مين؟ حتحور وظهرت في الفتره دي. تمام؟ طيب التمثال ده خلي بال حضراتكم هنا هقول اول وهنا هقول اول وهنا هقول اول. ثلاثة أول 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 ده أول تمثال ملكي في الحضارة المصرية. أول تمثال ملكي ده أول تمثال لفرد أو أول تمثال غير ملكي في الحضارة المصرية. ده أول تمثال ملكي بالحجم الطبيعي. يبقى هنا أقول ثلاثة أول أول تمثال لملك. الأسرة الأولى اللي عددها 8 9 ملوك مفيش عندنا تماثيل. ده أول تمثال من عصر الأسرة إيه؟ الثانية. أنا جاي أتكلم عن القضايا الخلافية اللي بتتعب الناس. هو التمثال ده بتاع مين؟ لا ركزي معايا في الكلمة عشان أحاسبك عليها. اسمه إيه؟ فاسق النويل. اللي جاوب غلط إديني اسمه. ماشي. طيب الرأيين اللي مالهمش ثالث. الأسرة الثانية يهمني الحدث البسيط في الأسرة الثانية يحب يهمنا نعرفه. كان عندي ملك اسمه بير إيبسن. بير إيبسن الملك ده يا الملك قبل الاخير يا قبل الاخير في الاسره الثانيه. يهمني تاريخ شيلن زي ما بيقولوا. الراجل ده كان بنعمل الاثنين معبودين اللي كانوا موجودين حورس وسيت. جه بير إيبسن عمل ثوره دينيه شال حورس خالص وعبد مين؟ ست. ده كفيل انه يعمل ايه؟ ثوره دينيه ومشاكل ما بين اتباع ست وحورس. لما مات بير إيبسن نعرف بقى مين جه وراه.
كتب كتيره يا استاذ نهى كاتبين اللي جه وراه ركزوا في الكلمه. جه ملك اسمه خعسخم. خع ايه؟ خعسخم. وحاول يعيد عباده ست حورس جنب ست ويعيد للبلد وحدتها، وواضح ان هو نجح بس مات بسرعه. وجه واحد تاني وراه، ركزوا يبقى انا بتكلم على ده ايه اثنين. جه واحد تاني اسمه ايه؟ خعسخموي. خع يعني تشرق، سخم يعني قوه، سخموي يعني قوتين، تشرق القوتين. وناس فسروا يا استاذ احمد كلمه تشرق القوتين دول ايه؟ يا اما قوه حورس وقوه ست، او قوه اتباع حورس واتباع ست. خع ايه؟ خعسخموي. فهل هو خعسخم الجديد بقى، هل خعسخم هو خعسخموي بس اسمين مختلفين، ولا بالفعل دول كانوا ايه مالكين؟ خعسخم في الاول وراه خعسخموي اللي نجح بالفعل في اعاده الوحده الى البلاد بعد ما حط رجع تاني ست جنب حورس فوق السرخ، وبقى هو الاثنين دول بيعبدوا في مصر كلهم. اداره المكتب مشكوره عشان توضح ان هي تحل لنا المشكله دي، عملت حاجه في منتهى الذكاء، كتبت تمثال الملك خعسخم بين قوسين وي، وكل واحد يعيش حياته بقى. بص بص المنظر، كل واحد كل حر شريك عنده. خعسخم بين قوسين وي، اللي هيقول اللي عايز يقول ان ديا ملك واحد اخذ اللقبين، في الاول كان خعسخم وبعد كده لما بالفعل حط ست جنب حورس اخذ خعسخم وي تشرق القوتين. امين. الناس اللي بتقول في كتاب عبد الرحمن حليم بيقول لك لا، اغلب الظن ان في ملك اسمه خعسخم جه حب يعمل الوحده بس مات بسرعه، فجه خعسخم وي، حتى سمى نفسه خعسخم وي تشرق قوتين، بناء على مين؟ على ان هو بالفعل اللي عمل وحده واعاد البلد وحدتها وانتهى بيه الاسره الثانيه. سؤال بسيط، اتفضل. هل جزء من اسمه خع ما يرتبطش زي ما يرتبط خع افرع؟ يعني ممكن يكون هو مثلا، ما هي نفس المسمى، خع يعني يشرق. تمام. هل ممكن ما يكونش له علاقه لعباده الشمس او لعباده رع مثلا؟ لا لا لا، ده الشروق هنا اصلا يعني فسره خع سخموي، يا تشرق القوتين يا تظهر القوتين. قصده ان قوه ست رجعت تظهر جنب قوه مين؟ حورس. يبقى ده تمثال خع سخم او خع سخموي. هنفترض ان ده اسمين لملك واحد او ملكين جم ورا بعض بسرعه، خع سخم، وهم اخر اثنين في الاسره الكام؟ الثانيه. انتهت بيهم تمثال من الشست او الاردواز، نفس الماتيريال بتاعت الصلايه، وجد في نفس المكان اللي هو قريه الكوم الاحمر هيراكونوبلس، ادفو شمال اسوان. الجديد في هذا التمثال، احنا قلنا اول تمثال ملك. الجديد هنا ان مكتوب عدد اسرى واعداء مصر. مكتوب من تحت 47209. 47209. ووعد مني في اول لقاء لينا في النقابه هنقعد هدي الاعداد. يهمني اعرف الاعداد، اعرف ان واحد اسمه وع. واحد اسمه وع. 10 اسمها مج، عامله كده. مج، وهنوريها لكم على لوحات عيسى رعد. و100 اسمها شت. و1000 اسمها خا. ده حتى التفسير بتاع، انا عندي هنا راس اسير طالعه منه ست اعواد ايه؟ بردي. ست اعواد بردي. قالوا ان عود البردي هنا شبه علامه الخا اللي هي بايه؟ ب1000، عشان كده طالع منه ست اعواد بردي بيرمزوا ل 6000 اسير، والبردي رمز الشمال، وكان الصقر حورس بيقدم 6000 اسير شمال لمين؟ للملك مينا. قال له اتفضل، دول بقى ايه؟ تحت امر. يبقى وع يعني ايه؟ واحد. مج 10، ما عندناش 2 و3 و4. وع يعني واحد. 10 مج. شت يعني 100. 1000 يعني خا. جبع. جبع حتى جت منها كلمه ايه بعد كده؟ سبع واصبع وصوبع والكلام ده. جبع 10000. عشان كده لو ركزنا في الرسمه اللي هنا اللي موجوده على القاعده، عامل لك 7 جبع. دول كام؟ 70000. لا سوري، 4 جبع 40000. و7 خا 7000. بعد كده 209، عامل علامه الشت 2 اللي هي 209. 47209 اسير موجودين. الحاجه اللي لازم تلاحظوها برضو ان هنا بين قدمي الملك مكتوب اسمه اللي هو ايه؟ خعسخموي، اي تشرق القوه. هقول كلمتين طبعا، في حاجه من اتنين يا جماعه، يا كلنا بنطنش هذا التمثال، يا اما لما نقف عليه بنقول الشرح التقليدي اللي ما يشدش اللي قدامه. ده اول تمثال لفرد لشخص، اول تمثال بين قوسين للملك للكاهن الراكع حته دي اف.
ما يهمنيش ان انا اقول لكم ده راقع ومش عارف. حتى اداره المتحف كاتبه هنا كلمه غلط، بيقولوا ان التمثال ده بيرجع الى بدايه الاسره الثالثه. لا ركزوا معايا في الحاجتين اللي هقولهم. اول حاجه ده بيرجع الى نهايه الاسره الثالثه، وهقول ليه يرجع لنهايه الاسره الثالثه. كاهن راقع بين الجرانيت الورد جاي من اسوان، كل ده وجد في ميت رهينه في منف. مش كل ده اللي يهمني، اللي يهمني ان فوق هنا فوق مش على القاعده كده، فوق القاعده مكتوب اسمه، عرفت ان هو اسمه ايه؟ حتي بي اف، وان باباه اسمه ميريجي حوتي. صدقوني مش ده كله اللي يهمني. محبوب اللي يهمني انا ارخت هذا التمثال ازاي؟ من التمثال ده انا قلت لحضراتكم انا مذاكر لكم كويس النهارده، مش جاي اقول الكلمتين اللي ممكن اقولهم لاي طالب. التمثال ده هنا كاتبين بدايه الاسره الثالثه، لا هو تاريخه نهايه الاسره الثالثه. عندي تمثال للمدعو متن، ومتن بالروف يعني الحزين، عثر عليه ليبسيوس 1840 في سقاره الشماليه، وهتكلم على تقسيمات سقاره النهارده. التمثال ده احنا عارفينه نهايه الاسره الثالثه، لما لقوا ان شديد الشبه في حاجتين، اسلوب النحت واسلوب النقش بتاع اللغه المصريه اللي على القاعده، عرفنا ان ده بيؤرخ من نفس الفتره ونفس الباروكه او نفس البواريك بتاعه الفتره دي، فعرفنا ان ده يرجع لنهايه الاسره الثالثه طبقا لتمثال متن الموجود في متحف برلين. ده مؤرخ، قدرت اوصل لتاريخ ده من هذا التمثال. طيب برضه لغايه كده ما قلتش اللي ممكن يشفي غليل الناس ووقفه قدام هذا التمثال. كلنا عارفين برديه تورينو وقائمه الكرنك وقائمه سقاره وقائمه ابيدوس اللي هي المصدر بتاع ترتيب الملوك. احنا بنعتبر يا استاذ احمد ان هذا التمثال مصدر من مصادر التاريخ المصري. ازاي؟ موجود على كتف التمثال من ورا اليمين اسماء اول ثلاث ملوك في الاسره الثانيه. اللي بيدرس تاريخ وعايز مصدر قوي لاسماء ملوك الاسره الثانيه، اول ثلاث ملوك من الاسره الثانيه حتب سخنوي رع نب ني نتر، اول ثلاثه في الاسره الثانيه موجودين على كتفه وجوه سرح. وهنلاقي طائر البنو الفونكس اللي هو اول بناء حجري او اول حد اوجد نفسه على الكره الارضيه فوق مثلث كده اللي هو البنبن اللي هو الهريب الصغير. فكل حضراتكم تيجوا في على اليمين خالص، انا همشي وحضرتك دكتور. يعني ده نهايه اسره ثالثه؟ في ثلاث حاجات تبقى عارفاهم في التمثال ده، اللي على كتفه دول ايه؟ أسرة تانية. اول ثلاث ملوك في الاسره الثانيه دي خلاص. أوكي. تاريخه نهايه الاسره الثالثه، رغم ان هو مكتوب هنا في الليبل بتاع المرأة بدايه الاسره الثالثه. هو المفروض يكون تاريخه فعلا اسره ثانيه بما ان الثلاث ملوك. لا 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 ممكن لا لا يكون تذكاري، هو حاجه زي كده، لان الراجل ده لما حبوا يخلدوا ذكراه عملوا له التمثال ده، وواضح ان هو كان قايم ببعض الاعمال الجنائزيه في عصر الثلاث ايه؟ الثلاث ملوك، علشان كده حفروا اسماء اول ثلاث ملوك على وهنا على القاعده مكتوب عليه لقب ما حدش سالني على تفسيره لان العلماء ما لهوش تفسير. مكتوب هنا جنب اسمه، هو اسمه ايه؟ حتي بي اف. بابا اسمه ايه؟ ميريجي حوتي. مكتوب عظيم هبات البيت الاحمر، احد اشهر القابه عظيم هبات البيت الاحمر، وجد على القاعده ولم يجد له العلماء تفسير. هنا هنلاقي البنبن الهريم التل الازلي عليه طائر الفونكس اللي هو الاتوم، وجنبه الثلاثه سرخ، كل سرخ جواه ايه؟ اسم ملك. حتب سخموي رعنب مينتر. اتفضلوا بصوا هنا وهستنى حضراتكم هنا.